الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. حسام اخبارك ايه؟ اهلا بك امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، كله خير. نبتدي بالنادي الاهلي. النهارده في حدث مهم جدا، القرعه نتكلم فيها الاول. وتوقعاتك للقرعه شايفها ازاي، خصوصا الاهلي خلاص هيقابل يا اما مازيمبي يا اما صن داونز يا اما الترجي. رايك طبعا انا شايف ان دور الثمانيه كله فرق قويه للغايه. تمام. في وجهه نظري ما كانش فيه فرق انه الاهلي يكون في المركز الاول او المركز الثاني، لانه الناس كلها اتكلمت عن نتيجه مباراه الهلال وانه الاهلي لو كان كسب المباراه كان هيكون في وضعيه افضل. انا شايف انه يعني الثمان فرق مصنفه وفرق قويه. طبعا بنستبعد النجم لانه كان في مجموعه الاهلي طبعاً. عندك صن داونز ومازيمبي والترجي. الترجي طبعا هو حامل اللقب النسخه الماضيه وليها صن داونز فريق قوي جدا، ويمكن كان طلع الحارس المرمى بتاعهم في دعابه كده وكوميكس من يعني من لحظات قبل الهوا يعني بكوميكس على الاهلي والزمالك انه الاثنين خايفين يواجهوا يانجو. عمل كوميكس على الانستجرام بتاعه. حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه الكوميكس ده. يعني فيما معناه انه الاهلي والزمالك بيرموا صن داونز لبعض خايفين يواجهوا صن داونز، ده كان معنى الكوميكس بتاعه. لكن عجبني يعني صراحه رد فعل جمهور الاهلي والزمالك على احدى الصفحات انه يعني كله قال لك لا احنا طبعا يعني الاهلي والزمالك احنا مع بعض ممكن نهزر، لكن مع الفرق اللي بره لا، احنا طبعا مصر وبنمثل مصر. انا شايف انه ده تحدي كبير للاهلي والزمالك. الزمالك الاهلي تحديدا من 2014 بيبحث عن اللقب. فرصه مهمه. 2014 كان اخر لقب افريقي كان الكونفدراليه، لكن لا انا بتكلم ما بالظبط يعني 2013 كان اخر لقب، وبعد كده بدا يبحث عن دوري الابطال مره اخرى. لكن بتتكلم عن انه في استقرار للاهلي في الدوري، في استقرار في النتائج، في 12 فوز متتالي رقم كبير جدا. لكن في النهايه انا شايف ان التحدي هو دوري ابطال افريقيا. التحدي بالنسبه للاهلي الاهم للاهلي هو دوري الابطال. الدوري يكاد يكون اتحسن بالنسبه للاهلي بشكل كبير جدا بسبب ابتعاد المنافسين كلهم عن مستواهم، وانه الاهلي بيحقق الفوز دايما، فبالتالي يعني بيخلي حتى ابتعاد عن المستوى ولا قوه النادي الاهلي؟ قوه الاهلي في الدوري دي واضحه يعني بدليل انه انت بتحقق 12 فوز متتالي يعني. تمام. في النهايه حتى لو في منافسين بعيد عن مستواهم، لكن ده الرقم نفسه بيخليك كمان كويس. ماشي بشكل جيد. المباريات نفسها بتؤدي فيها بشكل جيد. فبالتالي التحدي الأكبر للأهلي زي ما قلت هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا. البعض بيتكلم عن أنه الأهلي في مباراة الهلال السوداني شوية كان مستوى أقل من المنتظر. طيب ما هو احنا مش بنبص ليه على مباراة الأهلي والنجم الساحلي اللي قبليها؟ الأهلي عامل مباراة قوية جدا. عمل بعض قال كمان اداء النادي الاهلي عمل لا انا في وجهة نظري ان الأهلي في مباراة النجم الساحلي عمل مباراة ما شفناهاش من فترة. حتى روح اللاعبين، حتى الاداء نفسه، حتى البحث عن الفوز وعن التسجيل، كنت بتحس انه فعلا اللعيبه حاسه بالضغط اللي هم فيه نتيجه انه كان لازم 4 نقاط للتاهل. فبالتالي كانت مباراه جيده للغايه من وجهه نظري. لكن مباراه الهلال السوداني لازم نربطها بالظروف اللي كانت محيطه بالمباراه نفسها وباللي حصل قبل المباراه وبالظروف اللي في دوله السودان الشقيق. كل ده لازم نربطه باداء الاهلي في المباراه. الاهلي قدم مباراه الى حد ما جيده مقارنه بالاحداث اللي حصلت، مقارنه لحد ما الاحداث دي حصلت الاهلي ماشي كويس جدا بالظبط. طبعا نزول الجماهير للملعب، وانا يعني انا مع البيان اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي، ومع انه ما فيش شكوى اتقدمت، وده كان كلام واضح انه ده بسبب انه الحفاظ على العلاقات وانه الموضوع اكبر من كده. وخلينا نتذكر سويا المشهد الشهير بتاع الزمالك والافريقي التونسي هنا في مصر وموقعة الجلابيه الشهيره ونزول الجماهير، وكان كل الناس هنا زعلانه من المشهد، والكل بيقول انه ده نتيجه الظروف اللي كانت فيها البلد وقتها. اذا لازم الدول العربية تحديدا لما يحصل موقف زي كده أكيد بتحط في المقام الأول إنك تحافظ على العلاقات بما لا يضر طبعا بمصلحة ناديك لو فيها ضرر في هذا الإطار. لكن في النهاية ما فيش أي ضرر، والاتحاد الأفريقي خد عقوباته، ويبقى الحفاظ على العلاقات هو الأهم. دي لغة الكبار. كويس. تمام. كويس. ده فيما يخص مستوى الاهلي. مش منتظر ان هو يطلع اول مجموعه عشان يتجنب مواجهه بعض. انا قلت لك الكل قوي والبطل دي مش كلمه بنرددها يعني، كلمه ان صح البطل صح لازم يفوز على الكل او ما يخافش، ده لا دي كلمه حقيقيه فعلا. وده فعلا
اللي قاله يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه، يعني احنا ما الاهلي دايما ما فيش مشكله ان احنا نواجه اي حد. صح. خلينا ننتظر ونشوف نتيجه القرعه اللي هتتوقع الاهلي يلعب مين؟ هو موضوع التوقع ده يعني بصراحه يعني بحس لا انا مش عارف، بس اتمنى انه الاهلي يبعد عن الترجي، يعني دايما المواجهات العربيه بيكون فيها حساسيه يعني. طبعا اكيد طبعا ممكن تواجه الترجي حتى في المباراه النهائيه أكيد مثلا أكيد زي ما حصل قبل كده، لكن على الاقل بتتجنب الامور اللي هي خارج الامور الفنيه، يعني الضغط النفسي، المواجهات العربيه وحساسيتها، الكلام ده كله في النهايه خلينا نشوف القرعه واللي هتجيبه يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في ما هو متبقي من بطوله دوري ابطال افريقيا، والاهلي قادر باذن الله على الفوز بهذا اللقب. بمناسبه بطوله دوري ابطال افريقيا، ملعب النهائي اتحدد ولا لسه؟ يعني بعض الصحفيين الفتره اللي فاتت بقى لهم فتره كبيره بيقولوا ايه، ان خلاص يا اما ملعب محمد الخامس في المغرب بتاع الوداد يا اما استاد القاهره، الموضوع ايه؟ شوف، هو طبعا دي اول مره الاتحاد الافريقي هيعمل فيها النهائي من نسخه واحده، من مباراه واحده، ما فيش ذهاب واياب في المباراه النهائيه، وده في دوري الابطال وفي الكونفدراليه. ده هيكون تحدي كبير طبعا للاتحاد الافريقي، لانه انت مش زي اوروبا، اوروبا الجمهور بيروح وبيكون في زخم كبير حوالين طبعاً المباراه وكذا. دي هتكون اول تجربه لو الطرفي المباراه ما فيهوش فريق من البلد نفسها، اعتقد دي شويه ممكن تكون مشكله، الا اذا الاتحاد الافريقي قدر يتغلب على ده بموضوع التسويق، وانه يكون في رحلات للجمهور ويكون في كرنفال للمباراه نفسها. موضوع انه تحديد المباراه النهائيه، انا بتكلم بمصدر من داخل الاتحاد الافريقي، انا تواصلت معاه لانه طبعا الكل كان عايز بيسال. طبعا المعلومه انه لسه الاتحاد الافريقي هيعلن عن ان الدول الراغبه في استضافه المباراه النهائيه تقدم الملفات بتاعتها، وبالتالي هيكون في بحث للعروض المقدمه واختيار احد هذه العروض. لا استنى تاني، لان الفتره اللي فاتت زي ما بقول لك الكل بيقول لك ايه، يا استاد القاهره، استاد محمد الخامس. صحيح، البعض يعني راح لاستاد الاتحاد الافريقي هيستقر على ملعب فيهم، هو اللي هيستضيف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. لا طبعا لغايه دلوقتي دي معلومه مؤكده، طبعا بقولها على الهواء مباشره، انه الاتحاد الافريقي لسه بصدد انه يفتح الباب امام الاتحادات الراغبه في استضافه النسخه او المباراه النهائيه من نسخه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، ويشوف العروض المقدمه زي ما هو بيحصل في استضافه يعني كاس الامم والكلام ده، وبالتالي هيشوف اي العروض المقدمه هتكون افضل ويعلن الدول اللي هتستضيف او الملعب اللي هيكون فيه المباراه النهائيه. طبعا كلنا نتمنى انه الاتحاد المصري يقدم، ونتمنى انه المباراه النهائيه لدوري الابطال كمان تحديدا بقى على اعتبار انه الاكبر، انه يكون في استاد القاهره. استاد القاهره يستحق ان هو يستضيف اول نهائي من نوعه في دوري الابطال من نسخه واحده، يستحق ان هو يكون في استاد القاهره بعد المشهد المشرف اللي شفناه عليه في طبعا بطولتي الكبار كاس الامم و23 سنه. خلينا ننتظر ونشوف، دي المعلومه المؤكده يا امير واللي انا باكد عليها، انه لسه هيتم الاعلان بعد فتح الباب امام الاتحادات الراغبه، وده اكيد هيتم خلال الفتره القليله المقبله يعني. الفرصه سانحه للاتحادات للتقدم لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه لحد امتى؟ لا هو لسه الاتحاد الافريقي ما اعلنش عن فتح الباب، هو لسه هيعلن، هيقول انه احنا بنعلن عن الاتحادات الراغبه تقدم، وبالتالي هيكون عنده عروض من الاتحادات اللي هتطلب ده، وهيدرس العروض دي ويوافق على ملعب هيتم الاعلان عنه. طبعا الكل راح لمصر والمغرب، وانا توقعي كمان قالوا المغرب خلاص. لا انا توقعي انه فعلا مصر والمغرب هم الاقرب، وهم اللي يعني اكيد هيقدموا لاستضافه النسخه دي، على اعتبار طبعا انه مصر ملاعبها جاهزه بعد البطولتين بتوع افريقيا طبعاً. والمغرب بطبيعه الحال ملاعبها جاهزه وقدمت اكتر من ملف لاستضافه كاس العالم، فبالتالي هم الاكتر او الاقرب ان هم ممكن يستضيفوا ده بعد فتح الباب من الاتحاد الافريقي. طيب بالعوده لبطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا هذا الموسم، هل نقدر نتوقع مين مثلا يوصل للمربع الذهبي او الفرق الاقوى في البطوله ممكن تاخد البطوله السنه دي، ولا السنه دي الموضوع صعب شويه خصوص التوقع يعني عكس السنوات السابقه؟ لا انا شايف السنه دي يعني الكل بيتكلم طبعا، واحنا شايفين ان الثمان فرق يعني لا في منافسه شرسه قبل كده كمان. طبعا في منافسه شرسه يعني منافسه قويه للغايه، وكمان يعني فيها مواجهات عربيه يعني اكيد بالزبط. يعني أكيد. فرقتين من مصر الاهلي والزمالك، فرقتين من تونس
الترجي والنجم فرقتين من المغرب الرجاء والوداد، سان داونز ومازيمبي فريقين يعني رخمين، وانا في وجهه نظري مازيمبي كمان في ملعبه فرقه رخمه جداً. جدا فبالتالي لا انا شايف ان دور الثمانيه صعب للغايه. طبعا اتمنى انه الاهلي والزمالك باعتبارهم طبعا أكيد. فريقين مصريين ان هم يوصلوا ان شاء الله للمربع الذهبي. يعني في وجهه نظري ممكن الترجي يعني قوي جدا الترجي في الحقيقه، قوي طبعا الترجي وسان داونز كمان. لكن طبعا لو هيواجهوا يعني فرقه مصريه نتمنى طبعا التوفيق لفريقنا المصري اكيد ان شاء الله. ان شاء الله قادرين باذن الله سواء اهلي او زمالك، واحنا بالنسبه لنا نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. لكن امير عايزين نتكلم على نقطه مهمه، واحنا بنقرب على دور الثمانيه او خلاص على مشارف دور الثمانيه، التحكيم في افريقيا، وده عليه علامات استفهام كتير جدا. الاتحاد الافريقي بكل امكانياته وبكل امواله مش قادر يطبق تقنية الفار في دوري أبطال أفريقيا أو على الأقل في الأدوار النهائية. يعني دور الثمانية كنت عملته زي بطولة كأس الأمم اللي في مصر، إن أنت من دور الثمانية بتطبق الفار، طبقت الفار. ليه مش بتطبق الفار في 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 دوري أبطال أفريقيا على الرغم إنه المقابل المادي للبطل كبير جدا، على الرغم من إنه الفلوس والأموال بتاعة البطولة كبيرة جدا، الأندية بتصرف. فيعني من غير المقبول والمعقول انه فريق بخطا ساذج ممكن يغادر البطوله دي. يعني الادوار الاقصائيه دي خلاص فرصه واحده، مش حتى زي دور المجموعات عندك فرصه ان انت تعوض. لا، انا كنت اتمنى ان الاتحاد الافريقي ياخد قرار ويطبق الفار من دور الثمانيه علشان كل فريق ياخد حقه ومحدش يتظلم. ممكن يكون ايه الاسباب؟ يعني هل مثلا عدم جاهزيه بعض الملاعب لبعض الفرق في بطوله دوري ابطال افريقيا لتطبيق تقنيه الفار فيها مثلا؟ لا، انت بتتكلم عن ان هو كان ممكن حتى يعني خلينا نقول ان الفرق اللي وصلت ممكن تطبق فيها الفار، مصر، تونس، المغرب، يعني الكونغو وجنوب افريقيا. يعني لا، يعني الامور ينفع تطبق حتى فيها لو يعني. حتى لو اي دوله تشوف فيها الملعب، حتى ملعب مازيمبي غير الملعب بتاعه اللي احنا كنا بنشوفه السيء ده، ويبقى قرار على كل الانديه ان انت هتطبق تقنيه الفار. هينفع في ملعبك؟ اوكي، مش هينفع تروح الملعب الرئيسي بتاع الدوله ده. على فكره يعني كان في اجتماع مهم جدا للاتحاد الافريقي في المغرب وفي مركب محمد السادس تحديدا من 3 ايام تقريبا، وكان حاضر فيه انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكان احمد واغلب رؤساء الاتحادات. وانفانتينو بنفسه اتكلم على ان تطوير كره القدم في افريقيا بيتعلق بثلاث نقط مهمه جدا. ايه هم؟ التحكيم والمسابقات والبنيه التحتيه. كويس. فبالتالي انا متفق معاه تماما في ده، انه الثلاث ملفات دول مهمين جدا، نظام المسابقات والتحكيم تحديدا. لا، ده هو اقر كمان، قال لك في رشاوي في بالنسبه للتحكيم الافريقي. بالظبط، هو اقر الموضوع. شوف، موضوع الرشوه ده معروف، ويعني خلينا نكون صراحاء اكتر من اللازم يعني، ونقول انه حتى حكامنا المصريين تعرضوا لضغوط للرشاوه على مستوى الاتحاد. اتعرض عليهم بالظبط، طبعا رفضوا، ما فيش اي حكم مصري تعامل في هذا الملف، لكن تعرضوا لضغوط، وكلنا عرفنا وبشكل شخصي بنتكلم مع الحكام وعرفنا ايه الضغوط اللي بيتعرضوا ليها. اذا كان حكامنا المصريين رفضوا كل الضغوط دي في محاولات الرشوه، لكن في حكام تانية بتقبل خارج يعني مش مصريين طبعا. فبالتالي افريقيا كمان تحديدا، والدول يعني اشقائنا الدول السمر في افريقيا، بسبب طبعا الظروف الصعبه والمعاناه، بيكون من السهل ان انت تخش في القصه دي وان انت تلعب بدماغ الحكم في ليله المباراه او ايا كانت الطريقه. يعني هو في تصوره كان شايف الحلول ممكن تبقى ازاي يعني؟ لا، هو انفانتينو شايف انه الاتحاد الدولي بيعلن صراحه ان هو هيدعم كل الدول لتطوير ملاعبها في البدايه. تمام. هيتعمل اداره خاصه لتطبيق الفار في افريقيا، في الاتحاد الافريقي هيبقى في اداره مختصه. طبعا المناقشات المستمره لتطوير نظام المسابقات والكلام ده كله، لكن اكيد طبعا تطوير البنيه التحتيه ده مهم جدا 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 في اغلب الدول الافريقيه، علشان تكون جاهزه فعلا زي ما بتقول لتطبيق الفار في كل الملاعب، او على الاقل كل دوله يكون فيها ملعب. صح، ده امر مهم جدا. مهم النقطه طبعا. النقطه الاهم كمان ان مثلا السنه اللي فاتت واللي قبليها الفار طبق في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل طبيعي، لكن برضه لقينا مشاكل. يعني ابرز مشكله الترجي والوداد. صحيح، ازمه وما كناش عارفين مين البطل. قعدنا شهور مش عارفين مين البطل. فالموضوع متعلق بمستوى الحكام نفسهم، ولا هو مجرد تطبيق التقنيه هو اللي هيساعد في الازمه دي يعني؟ لا، مهم طبعا مستوى الحكم، انه مستوى الحكم انه يكون الحكم
يعني فعلا على مستوى يسمح ليه بده، كمان يكون في رقابه من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. احنا شفنا كمان رئيس اللجنه اتغير في الاسابيع الاخيره يعني. فبالتالي لا، لازم يكون في رقابه من الاتحاد الافريقي نفسه، ويكون في رقابه اكتر على الاتحاد الافريقي نفسه. يعني ما اعرفش دي تتعمل ازاي، لكن مهم انه كمان الاتحاد الافريقي يكون يعني في حد بيبص عليه في الامور اللي بتحصل داخل الاتحاد الافريقي. الانديه كمان يعني تبحث عن حقوقها بكل شراسه فيما يخص الاتحاد الافريقي وفيما يخص ملف التحكيم تحديدا، لانه ده ملف مهم جدا وبيؤثر على يعني استعدادات الفرق طول الموسم. تخيل بتصرف في صفقات ومعسكرات ولائحه ماليه للفريق، وتيجي خطا يعني ساذج من الحكم في مباريات اقصائيه يعني بيكلفك البطوله كلها. فده مهم جدا يعني، امر مهم، وان شاء الله يتم معالجته بالتحديد بدايه من البطوله الحاليه، عشان مش مستحملين اي اخطاء تحكيميه. صحيح. بصراحه يعني ان شاء الله خير. لكن خلينا نتكلم معاك بقى في الاهم خلال الساعات القادمه، واستعداد النادي الاهلي لمباراه الغد امام بيراميدز في بطوله الدوري، والمباراه رقم 13 للنادي الاهلي، لكن في الجوله ال 16 من بطوله الدوري. بتشوف المباراه دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ مباراه مهمه للاهلي. طبعا عايز تعمل رقم وتكمل، حققت الفوز رقم 12 يعني، ومباراه اليوم ومباراه الغد بتتلعب، الفرق 10 نقاط ما بين الاهلي وبيراميدز، 36 الاهلي 26 بيراميدز. طبعا البيراميدز لعب مباريات اكتر من الاهلي، لكن في النهايه الاهلي عايز يكمل بنفس الحماس، بنفس الروح اللي انت بادئ بيها الدوري، عايز تكمل رقم قياسي، عايز تعمل رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالي. طبعا بيراميدز معاه مدير فني جديد تشاتشيتش، يعني هو اسمه تقيل شويه كده يعني. فيعني طبعا اكيد مباريات الاهلي وبيراميدز دايما، حتى وان كان بيراميدز السنه دي مستواه اقل، لكن دايما مباريات الاهلي وبيراميدز الجماهير بتكون منتظراها. بنتوقع ونتمنى ان هي تكون مباراه فنيه نستمتع بيها من الفريقين، وفي النهايه انا شايف ان الاهلي هيكون اقرب للفوز بالمستوى اللي قدمه الاهلي المباريات اللي فاتت، باللاعبين اللي موجودين، باستعاده احمد فتحي في مباراه الغد، جونيور اجاي. طبعا هننتظر القائمه اللي هتعلن، لكن خلال لحظات باذن لكن الله. طبيا النهارده طبعا تم الاعلان عن انه احمد فتحي اصبح جاهز بعد غيابه بعد نزله البرد اللي كانت عنده، فبالتالي الاهلي هو الاكثر جاهزيه في وجهه نظري. طبعا بيراميدز عنده حالة معنوية مرتفعة انه تصدر مجموعته في الكونفدرالية، لكن انا شايف ان بيراميدز في الكونفدرالية غيره في الدوري. يعني ليه؟ ايه الاسباب؟ لا طبعا انت الدوافع عندك في افريقيا بتكون اكتر. وممكن ده يكون هو يعني سيناريو النادي بيراميدز شغال بيه، ان هو عايز يركز اكتر مثلا على دولة على الكونفدرالية، باعتبار انه ده لقب مهم، وانه يعني هيدخل دلوقتي في المراحل الاقصائية، ومباراة في الثانية توصل تاخد بطولة، بعكس الدوري عايز نفس طويل، وعايز يعني بان انت تفضل دايما بتكسب ودايما بتحافظ على نقاطك. طبعا اللي حصل السنه اللي فاتت ده كان طفره في بيراميدز، اعتقد انه مش هيتكرر تاني السنه دي. لكن يظل بيراميدز هو حاله في الدوري المصري، انا شايف ان هو وجوده مهم جدا، وزي ما قلنا هننتظر مباراه اعتقد انها تكون قويه بكره ما بين الاهلي وبيراميدز. في فارق في الامكانيات ما بين بيراميدز السنه اللي فاتت وبيراميدز السنه دي مع كواليتي اللاعبين، يعني السنه اللي فاتت كان في كينو مثلا طبعا، بنافنتي مثلا والناس دي اللي كانوا جايبينهم، لكن في نفس الوقت السنه دي برضو في لعيبه جامده جدا، عندك طبعًا. عمر جابر، عندك علي جبر، عندك عبد الله سعيد مش هيلعب اعتقد مباراه الغد، عندك عدد كبير من اللاعبين، جون انتوي، عدد كبير جدا من اللاعبين، فبالتالي احمد الشناوي، احمد الشناوي، مهدي سليمان، الاثنين بصراحه على مستوى جيد جدا، ومحمد حمدي باك ليفت ممتاز، ففي امكانيات جيده، دونجا. فبالتالي ايضا يبقى فريق بيراميدز من الفرق اللي عندهم الامكانيات واللاعبين اللي عندهم كواليتي مميز. شوف هو يبقى بيراميدز هو نفسه، يعني عنده امكانيات وعنده لعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، لكن انا في وجهه نظري، وده يمكن كلام قلته، انا شايف انه الدافع اللي كان موجود السنه اللي فاتت مش موجود السنه دي. يعني الدافع اللي كان عند لعيب بيراميدز في تجربه جديده من نوعها، في يعني صرف بشكل يعني كبير جدا فيما يخص الناحيه الماديه، كانت لائحه للفريق، لائحه طبعا كانت يعني ما فيش زيها في مصر فيما يخص المكسب والكلام ده كله، علشان يحاول يعمل انجاز في اول موسم ليه، كل ده مش موجود السنه دي. السنه دي اكيد طبعا في لائحه والكلام ده كله، لكن مش زي السنه اللي فاتت. كل دي دوافع كانت مخليه اللعيبه نفسها عندها حماس مختلف، عندها روح مختلفه. طبعا زي ما بناكد دايما انه الفرق
اللي ما عندهاش جمهور بيكون صعب عليه ان هو يكمل بنفس الدوافع، لانه الجمهور طبعا طول الوقت عايزك تكسب، ولو في تقصير بيبقى في يعني هجوم وفي نقد. لكن الفرق اللي ما عليهاش ضغط جماهيري بيكون في شويه استسهال، لانه يعني كسبت النهارده لو خسرت مش مهم. فبالتالي انا بقول لك بيراميدز السنه دي ما عندوش نفس الدوافع اللي كانت عنده السنه اللي فاتت، وده هو اللي مخلي الفريق يعني الى حد ما مش بيؤدي بنفس القوه والشراسه، ومش هيؤدي بنفس القوه والشراسه، ومركز بشكل اكبر على الكونفدراليه. مركز على الكونفدراليه لانه لو حصل طبعا هتبقى حاجه كبيره. نتمنى لهم طبعا كل التوفيق، سواء هم او المصري طبعا. لكن اكيد هتبقى المباراه مباراه قويه وصعبه جدا على الفرقتين، ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. لكن في نفس الوقت هذا الموسم او بالتحديد هذا الشهر النادي الاهلي عنده عدد من المباريات الحاسمه في مختلف البطولات، دوري وسوبر مصري وبدايه الادوار الاقصائيه في دوري ابطال افريقيا. بالتالي بتشوف مدى اهميه هذا الشهر بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. طبعا مباريات مهمه للغايه، بتتكلم عن الدوري، بتبدا ببيراميدز. الفوز بمباراه الغد هيخليك تكمل الفوز رقم 13، انا شايف ان هي مباراه مهمه بكره كمان طبعاً. علشان تحافظ على الرقم، مهم ان انت تفضل تكسب وتعمل رقم قياسي، ده مهم جدا. طبعا مباراه السوبر المصري في ابو ظبي طبعا اكيد هي احتفاليه كبيره، وهناك الاشقاء في ابو ظبي دايما بيكون مرحب بينا هناك أكيد. لكن مباراه مهمه للاهلي ان هو يحقق مباراه السوبر على المنافس التقليدي هو نادي الزمالك، وده في حد ذاته بيكون انتصار مهم حتى على المستوى الجماهيري، مهم للغايه. بنتكلم على دور الثمانيه في دوري الابطال، مباريات مهمه، واعتقد انه الجهاز الفني بقياده مستر فايلر هيكون عليه دور مهم جدا انه ازاي يتعامل مع المباريات المهمه دي والحساسه في هذا الشهر. القمه بتاعت الدوري هتتلعب ولا لا؟ المفروض ليها يوم 24، يعني ده المحدد او الميعاد المحدد للمباراه. النسبه الاكبر ان هي مش هتتلعب. مش هتتلعب؟ يعني بدا بعض الكلام يطلع والتسريبات تطلع انه الموافقه الامنيه ما جاتش، انه كذا انه كذا، فيعني النسبة الأكبر إن هي تتأجل. ممكن يكون طبعًا إيه؟ طبعًا أنا مش مع التأجيل، لأنه زي ما قلنا وزي ما اتكلمنا حتى لما حصلت مباراة لما حصلت الأزمة الأولى على تأجيل مباراة القمة، وإحنا وحذرت وكنا هنا يعني أمير مع بعض واتكلمنا في ده، إنه التأجيل بيفتح ملف التأجيل، يعني تأجيل في الثاني في الثالث، فبتلاقي الأمور يعني مش في نصابها الطبيعي وانت عايز تعمل مسابقه منتظمه. التاجيل طبعا قد يكون قد يعلن بعد نتيجه القرعه بتاعه النهارده طبعا. لما تعلن المواعيد هنشوف اتحاد الكوره هيقرر ايه في النهايه، لانه هيبقى مرتبط بمواعيد الاهلي والزمالك تحديدا في دوري الابطال. هو المواعيد المحدده لمباراه الذهاب في دور ربع النهائي 28 او 29 فبراير، فانت كنادي مثلا هتختار يوم 28 اما يوم 29، فما اعتقدش هيبقى فيها ازمه برضه. لا فيها برضه. ليه؟ فيها ازمه نفسيه. مباراه 24 نفسيه. طيب. دي حاجه تانية. يعني طيب. خلينا نشوف، لكن طبعا التسريبات اللي طلعت النهارده انه الامن لسه ما جاتش الموافقه والكلام ده كله قد يكون بادره انه مباراه القمه تتاجل، قمه طيب. الدوري يعني. اوكي، ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي ومباراه الغد وبعض الملفات الاخرى اللي بتخص النادي الاهلي. عايز اتكلم في بعض الجوانب المحليه، وابتدي معاك بموقع الوطن سبورت واللي بيتكلم على ان في طائره خاصه تنقل المنتخب لتوجو، وخلاص الامر ده حسم من قبل اللجنه الخماسيه. لحد امبارح ما كانش حسم، لكن النهارده الاخبار بتقول ان بشكل رسمي المنتخب هيروح توجو بطائره خاصه. اهميه الجزئيه دي طبعا لا، مهم ان انت توفر طائره خاصه للمنتخب. اعتقد الموضوع ده يعني بقى متكرر دايما، يعني قبل كل مباراه الناس تبدا تتكلم طياره خاصه او مش طياره خاصه. اعتقد ان المنتخب خلاص لازم يكون ليه طياره خاصه في كل سفرياته، سواء توجو او حتى اي دوله عربيه، طالما بيلعب يعني باسم مصر وباسم الدوله لازم يكون ليه طياره خاصه. منتخب كره القدم منتخب مش فقير ماديا، لا عنده رعاه وعنده طبعاً. مداخل ماديه كبيره جدا، ويستحق ان هو يتم توفير طائره خاصه ليه. وشفنا الكلام ده تم حسمه بعد حتى ازمه محمد صلاح واللغط اللي حصل والمش عارف نوع المقاعد اللي في الطياره وخلافه. وقتها حتى قيل انه تم تخصيص طائره خاصه من يعني احدى شركات الطيران للمنتخب الوطني، وهتكون معاهم على طول في اي سفريه. اعتقد المنتخب يستحق ده. ده امر مهم جدا، خصوصا السفر في افريقيا صعب شويه طبعا الحقيقه، وبياخد عدد ساعات لا كبيرة. وكمان بيوفر يعني شويه صفاء ذهني للعيبه في الطياره، ما فيش ناس غريبه معاهم، الكلام ده كله اعتقد ده مهم. طيب حديث الساعه
الفار كل يوم بنتكلم فيه بصراحه، وكل يوم باخبار مختلفه. انا النهارده مثلا عندي ايه اربع اخبار بخصوص، او ثلاث اخبار تحديدا بخصوص الفار. نبتدي ببوابه اخبار اليوم، بتقول لك جمال الغندور تصريحات لي بخصوص ان هو محتاج ظهر يحمي، وان الفار تحت الاختبار. في ايضا سوبر كوره، يا ريت تعرضوا لنا يا جماعه الاخبار دي. سوبر كوره كمان بتقول لك اتحاد الكوره يطبق تقنيه الفار على 19 ملعبا. والبوابه سبورت بتقول لك اخر كلام، الفار يظهر في الدور الثاني من مسابقه الدوري المصري. الحقيقه ايه يا حسام؟ عايزين نعرف الجديد في القصه دي بقى والنهائي يعني. شوفوا كل الناس بتروح على انه الفار هيتطبق في الدور الثاني ولا لا، وده طبعا حصل. يعني خلينا نتكلم انه بعد تصريحات الاستاذ عمرو الجنايني رئيس لجنه الاداره في اتحاد الكره، وانه صرح وقال انه الفار هيطبق من الدور الثاني، وده كلام مش جديد يعني، قاله قبل كده كذا مره. لكن الجديد كان تصريحات للكابتن محمد فضل من يومين تحديدا، قال فيها انه حتى الان لم يتم حسم هذا الموضوع بشكل رسمي، يعني مش الفار لن يطبق حتى الان بدايه من الدور الثاني بشكل رسمي. خلينا نخش في اطار المعلومات بقى، واطار المصادر اللي احنا بنتكلم بناء على كلام ليها في الامور المهمه، وملف زي الفار لازم اتكلم فيه بناء على كلام مع مصادر كويس. طبعا في مندوب من الاتحاد الدولي جه الأيام اللي فاتت، كان هدفه هو الـ اختبار الملاعب، وتم اختبار استاد القاهرة جاهزية الملاعب لتطبيق التقنية. لأنه في نقطة مهمة جدا الناس مش عارفها. الناس فاكرة أنه طالما اتحاد الكورة خد الرخصة يبقى خلاص كده نطبق. لا، ده في رخصة للحكم، كل حكم لوحده ليه رخصة. تمام. وكل ملعب لوحده ليه رخصة كمان. طبعا يعني مش معنى انه مصر استضافت كاس الامم وتلعب من دور الثمانيه الفار معناه انه مصر الملاعب دي ليها رخصه ساريه. لا، الرخصه كانت على لبطوله كاس الامم فقط. تمام. ما كانتش للملعب نفسه، مش بشكل دائم يعني. بالظبط. فبالتالي انت عندك الملاعب ليها رخصه، كل ملعب لوحده ليه رخصه، وكل حكم من الحكام ليه رخصه. يعني ممكن حكم ياخد الرخصه وحكم لا، الحكم مش هياخد الرخصه مش هينفع. فبالتالي ده بس علشان ناكد انه مش معنى انه اتحاد الكره المصري حصل على الموافقه الرسميه بتطبيق الفار انه كل الحكام اصبحوا متاح ليهم التحكيم والفار. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، طبعا قلنا ان المندوب الفيفا وصل وشاف الاختبارين اللي تموا في استاد القاهره واستاد السلام، ودول يكونوا هم فعلا اول استادين تم اعتمادهم. وممكن يفوض اتحاد الكوره بعد كده ان هو اللي يكمل التجربه في باقي الملاعب، لان هو جه حب يشوف الناس في مصر بتشتغل ازاي. تمام. لجنه الحكام بتشتغل ازاي. كويس. فبالتالي خلاص شاف التجربه، اوكي عليها، تمام الامور يعني ماشيه بشكل جيد جدا. فبالتالي ممكن يفوض الاتحاد المصري ان هو يعمل باقي التجارب على الملاعب، وبناء عليه يتم اعتماد الملاعب الاخرى اللي هتقام عليها او تستخدم فيها تقنيه الفار. الملاعب لغايه دلوقتي يعني طبعا كلام كتير طلع، مره 6 ملاعب، مره 18، اخيرا 19. خلينا نقول انه الاتحاد الكوره طبعا بيسعى انه كل الملاعب الخاصه بالانديه واللي بتقام عليها مباريات الدوري تكون ضمن الملاعب المرخصه لاستخدام الفار. لكن طبعا ده كله متوقف على الملعب نفسه، متوقف على الشركة الأسبانية اللي هي موجودة، لأنه أنت بتحط الكاميرات في الملعب بشكل معين وبارتكاز معين أو محدد. الحد الأدنى للكاميرات هيكون 6 كاميرات. تمام. 2 في نص الملعب و2 عند علشان الأوفسايد من الناحيتين يمين وشمال، و2 خلف المرمى علشان ضربات الجزاء أو اللي فيها شو. 6 كفاية؟ ده الحد الادنى يعني، دي اقل يعني حاجه. ما ينفعش اقل من 6. وصولا طبعا للمباريات الكبيره اللي احنا بنشوف فيها 34 كاميرا، دي طبعا جوده تانية وقصه تانية ووضع مختلف. طبعا في تعاون بيكون ما بين الشركه الاسبانيه وبين اتحاد الاذاعه والتلفزيون علشان شاره البث وطريقه جوده الصوره والكلام ده كله، كل ده شغالين فيه. امتى بقى يجي رخصه الحكام؟ امتى بقى رخصه الحكام هي دي اللي هتحدد. لانه خلينا نعترف يعني في مجهود كبير جدا عاملاه لجنه الحكام برئاسه كابتن جمال غندور. وانا متعاطف معاهم جدا يعني. المفروض المجهود ده، المجهود اللي اتعمل في شهر، هو طبعا يوم 9/2 التالت فوق هيخلص، اللي هو الفوق الاخير. كويس. علشان يكون عندنا 54 حكم اختبروا في هذا الاطار وخدوا كل الدورات الخاصه بيهم. لكن عندك المغرب بقى لها فتره شغال على الملف وتدريب حكام، ولغايه دلوقتي ما طبقتش التجربه.
رؤيتي انه قد يكون من الصعب ان احنا نطبق الفار بدايه السنة من الدور الثاني السنه الجديده يعني. ده رؤيتي للمشهد يعني. طيب نتمنى كل التوفيق ونتمنى ان يلحقوا يطبقوا الفار في الحقيقه من الدور الثاني، وممكن يكون موضوع المنافسه في القمه تحديدا بعض بيشوفوا انه اتحسم نسبيا من قبل اعضاء اللجنه الخماسيه، فبالتالي مش مستعجلين على تطبيق التقنيه، لكن في كل الاحوال هنتابع القصه ونشوف هتنتهي على ايه. يا استاذ حسام نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير، انا سعدت بوجودي معاك وسعدت بوجودي في قناه الاهلي. شكرا جزيلا. بكل تاكيد الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق كان ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا. بكرة حلقة جديدة وكواليس ما قبل لقاء الأهلي وبيراميدز في الأسبوع 16 من بطولة الدوري العام. استنونا في حلقة جديدة من كلام في الميديا. إلى اللقاء.